السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم في هذه الحلقات وفي هذا الشهر المبارك، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين. جرت العادة أن أقدم قبل أن أبدأ في إجابة أسئلتكم الكريمة، أنا أبدأ في عدد من الإجابة في كلمة قبلها، لكن لازدحام الرسائل حقيقة، وأيضا وصل إلى موقعي عدد كبير جدا من الرسائل والاستفتاءات التي يعني تطلب أن تطرح في الحلقة، وكذلك الإخوة أخبروني أن الاتصالات قد بدأت من قبل أن يبدأ البرنامج، فأنا سأقرأ 3 أو 4 رسائل ثم بعد ذلك أرجو من الإخوة أن يدخلوا علي الاتصالات. هذه أخت تقول: يا شيخ أنا جامعية حسنة المظهر، متزوجة غير متزوجة، عمري 36 سنة، تقول يعني لا أحد يتقدم لي لأجل الزواج، تقول وأنا أريد أني أتزوج، هل يجوز أني أعطي أحدا مالا مهر بحيث أنه يستطيع أن يتزوجني أم لا، وقد قرأ علي عدة أشخاص وقالوا قد يكون في سحر. أولا بالنسبة لتأخر الزواج عند الفتاة أو عند الشاب، هذا أمر لا ينبغي أن يعطى حجما كبيرا. صحيح أن الشاب يشتاق إلى أن يكون له زوجة وبيت وذرية، وكذلك الفتاة تشتاق إلى ذلك، لكن أيضا ليس السعادة في الحياة مقيدة بوجود زوج أو بوجود زوجة. قد تعيش الفتاة إلى أن يعني يكبر سنها وربما إلى أن تتوفى وهي لم ترزق بأولاد، ومع ذلك لم تتزوج أيضا، ومع ذلك هي تعيش سعيدة وناجحة في الحياة. فليس شرط النجاح في الحياة أن تكون المرأة زوج. صحيح ربما أن الزواج والبيت والذرية هو يعني باب من أبواب السعادة بلا شك، لكن لا يشترط لأجل أن يسعد المرء لا يشترط أن يوجد عنده هذا. هذه نقطة. النقطة الثانية وهي أيضا مهمة، أنه لا ينبغي أن يكون كل ما يصيبنا نرجعه مباشرة إلى ما يتعلق بالسحر والعين وهذه الأمور، قد تكون أحيانا أمور طبيعية. وأنا أدعو الأخت حقيقة إلى أن يعني تستمر في قراءة الأذكار الشرعية، إلى أن تقرأ سورة البقرة يوميا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن سورة البقرة: إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، وقال إن الشيطان يفرق من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فلا شك أن قراءة سورة البقرة لها فضلها. أما بالنسبة أن الفتاة تعطي الرجل مالا لأجل أن يتزوجها، فعرض الرجل موليته على من يتزوجها أمر لا بأس به، فإن الرجل الصالح قال لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فهو عرض ابنته على موسى، وأيضا إن صح التعبير دله على طريقة المهر وهو أن يشتغل عنده موسى سنوات. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما تأيمت حفصة، طيب أعطنا أحمد. نعم أحمد تفضل. السلام عليكم شيخ. مرحبا يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير، أحبك الله. وحبيت أشكرك على المحاضرة القيمة أمس، وإن شاء الله في ميزان حسناتك. ما شاء الله، الله يحفظك ويبارك فيك. شيخ بغيت أسألك أن فحص طبي أجريته واللي عبارة عن استخراج كمية من الدم بواسطة الإبرة، فهل هذا يفطر؟ استخرجوا كثير ولا بس يعني إبرة إبرتين؟ إبرة بس. ما يؤثر على صومك إن شاء الله، صومك صحيح. شيخ سؤال الثاني. إيه. بعض الناس يقولون أن إدخال الأصبع في الأذن يفطر، فهل هذا صحيح؟ لا غير صحيح أبد، أنا أول مرة أسمع هذا، لا غير صحيح أبد أصلا، حتى قطرة الأذن مختلف فيها، فما بالك إدخال الأصبع في الأذن. سؤال آخر يا شيخ. تفضل. لا شك أن تلاوة القرآن من أعظم ما يشتغل به في رمضان، فشيخ أيهما أفضل؟ هل أقرأ أجزاء أكثر بقراءة سريعة نوعا ما بحيث يستغرق الجزء الواحد حوالي 30 دقيقة، أم أقرأ أجزاء أقل بقراءة أبطأ؟ أحسنت، هذا سؤال جيد. الأفضل أن تكثر القراءة، أن تكثر القراءة قدر المستطاع وإن كان التدبر أقل. أيوة شيخ، بغيت منك إن شاء الله نصائح للناس حتى لا يصابوا بالفتور في رمضان. أحسنت، أبشر إن شاء الله تعالى، ونلتقيك إن شاء الله في هدهد سليمان. الله يحفظك، بارك الله فيك. إن شاء الله. السلام. الله يحفظك أحمد. أختي أمل تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، احنا المسجد القريب من بيت بسمع في اذان المغرب حوالي يعني 2 أو 3 مؤذنين، لكن في التلفزيون الاذان بيتاخر عن يعني عن المؤذن اللي بره حوالي 3 أو 4 دقائق، مع انه دايما التلفزيون بيبقى مظبوط معاه في كل يعني الظهر والعصر والفجر وكله. فزوجي بيقول لي ان احنا المفروض ننتظر لحد يعني زي التلفزيون ما بيأذن. لا، ما يلزمك. لو افطرتم على المسجد مباشرة ما في بأس. التلفزيون قد يكون أحيانا يتعمد التأخير لمدة دقيقة مثلا أو دقيقتين احتياطا، قد يكونون يفعلون ذلك. لكن ما دام أن المؤذن بجانبكم هو ثقة وأذن، ولم يعني تجربوا عليه من قبل أنه يعني لخبط في الأذان أو قدم وأخر، فاعتمديه ولا بأس عليكم إن شاء الله. طيب يا شيخ، أسألك الدعاء بقى، ربنا ييسر لي الحج والعمرة إن شاء الله. الله يقبل منا ومنكم ووفقنا وإياكم إليهما يا رب. شيخ جزاكم الله خير. أختي أم زياد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، حاولت أتصل فيك كثير. أنا قرأت كتابك نهاية العالم، واكتشفت إنه فتنة الدهيماء وقعت، وحاولت اتصل فيك، ارسلت رسائل، ارسلت يعني دخلت عن طريق المنتدى، ما قدرت اوصل لك يعني. إيه انت امل ارسلتي لي ايميل بالموضوع ولا لا؟ لا. عجيب. انا او ام زياد عفوا، انا جاني ايميل قبل يومين يتكلم عن هذا الموضوع وظننت انه منك. لا، انا ما ارسلت على الايميل. طيب ايش ايش على نفس المنتدى. ايش ايش يعني استشهد جميع الاحاديث اللي تكلمت عن هذه الفتنه، يعني تطابق عجيب مع هذه الفتنه يعني، وانا ما افضل اني انا اقولها يعني مباشر. اي عموما اختي ام زياد، عدد من اشراط الساعه وقع، لكن انا ذكرت ايضا في مقدمه الكتاب بانه نحن لسنا مطالبين بان ناخذ الاحاديث الوارده في اشراط الساعه ونبدا ننزلها على واقعنا. قد تنزل احيانا على الواقع وقد لا تنزل، قد تكون لسه طيب. لم تقع. بس انا وجدت الفتنه ويعني لي 4 شهور ماني عارفه كيف صارت هذا الشيء يعني. طيب. كنت على العموم الواحد يتقي الفتن اذا وقعت، واشراط الساعه التعامل معها يعني يكون بالمنهج الشرعي، ونسال الله تعالى ان يحفظنا واياكم من الفتن باذن طيب الله. طيب يعني اقدر اقول لك عنها ما يكون مباشر يعني؟ ما اقدر اتصل عليك. ما يخالف، ارسلي لي رساله على جوالي او لا ارسليها. لا يا شيخ، والله هي فتنه عظيمه يعني، اكيد تعرف يعني. طيب تفضلي اعطيني اياها. وش؟ لا يا شيخ، ما ابغى مباشر، موضوع اكبر من انا. خلاص الاخوه يعطونك رقمي وارسليها رساله على هاتفي. يا شيخ ما ينفع رساله، الله يستر عليك. طيب ارسلي رساله على هاتفي انك تريديني يعني حول هذا الموضوع وانا اتصل بك. طب ارسلتها موجوده، ارسلت يعني 3 رسائل. ارسلي مره اخرى وان شاء الله تعالى اني ارد عليك. طيب بارك الله فيكم، حياكم الله. عبد الباسط تفضل. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا يا عبد الباسط. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ انا كلمتك قبل اول امس. اي نعم صحيح. فالموضوع شيخ انه اللي بيروح الحج الوالده واختي واخوي. اي فالوالده واختي هم عايشين معي في البيت، واخويا حالته شوي ضعيفه يعني ماديا، فهل يجوز اني ادفع عنه يعني تكاليف الحجه؟ طيب جزاك الله خير. يعني شغال في الامارات ما اقدر اطلع اجازه يعني. ما عليك بأس، يعني قصدك بتعطيهم تساعدهم في تكاليف الحج؟ نعم الثلاثه نعم. طيب ما في بأس، وش ايش الحرج اللي عندك في الموضوع؟ لا انا قلت يعني في مشكله اذا دفعت عن اخويا ما في بأس. انت عليك دين؟ لا الحمد لله ما علي دين، الحمد لله. خلاص ما دام ما عليك دين ملزم بتسديده فما عليك. نعم. بأس، ادفع عن اخيك او عن امك او عن من شئت، وانت ماجور ان شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك عبد الباسط، حياك الله. اخت سعيد تفضل. هلا فضيلة الشيخ، كيف تفضل يا سعيد. يا مرحبا، عسلك طيب. الله يحييك، بارك الله فيكم. تسلم يا سعيد. فضيلة الشيخ، في عندي سؤال. في عندنا رجال كبير السن وهو مريض نفسي، لا يصلي ولا يصوم، هل يجوز يصوم معنا او ندفع عن الزكاه او شيء؟ هو عقله معه يا سعيد؟ عقله معه نعم، وهو لا يسوي مشاكل، يسير ويجي ويروح البيت ويطلع من البيت ويروح البيت الثاني، بس لا يصلي ولا يصوم. اي السؤال في مرض نفسي. تفضل. مريض نفسي هو؟ نعم مريض نفسي. اي عقله معه يدرك انكم رمضان وكذا؟ يدري نعم يدري، ويتكلم معانا ببساطه وكلام هادي، لا يصوم ولا يصلي، هو رجال كبير في السن. طيب واذا قلت له صوم وصل ايش يقول لكم؟
ما يتكلم ما يصلي ما يصوم ولا يصلي اي ما يطيع يصلي ولا يطيع يصوم. اول هو كان في مرض قوي بس الحين على العلاج والحبوب الحمد لله هدت الامور. اي لكن هو يدرك ان انكم رمضان وانكم صايمين؟ يدري يدري نعم يدري. طيب ليش ما يصوم اذا؟ ايش يقول لكم؟ ما يصوم هو ما حتى ما يصلي هو في الوقت الصلاة ما يصلي. اي لا ايش السبب ليش ما يصوم ولا يصلي ايش السبب؟ هو ترى في مرض نفسي يعني مريض. اي اقصد مرض نفسي يجعله لا يتحكم في نفسه. لا لا ما هو يعني حتى يوم يجلس عندنا ما يتكلم ما يسولف يجلس بس شوية ويطلع عنا ما. اي على العموم اذا كان هو ليس عاقلا عقلا تاما هو ليس عاقلا تاما خلاص هذا ما يلزمه الصوم اصلا لان من شروط وجوب الصوم ووجوب الصلاة ان يكون الانسان عاقلا عقلا تاما. لكن ما دام من عنده اضطرابات نفسية وربما انواع من الاكتئاب ونحو ذلك فهذا لا يلزمه الصوم اصلا وبالتالي لا يلزمكم ايضا ان تطعموا عنه ولا ان يقضي. جزاكم الله خير. يا مرحبا بك سيد. ام فلاس تفضلي. تفضلي معنا يا شباب ولا راحت؟ طيب تفضلي ام فلاس. الو تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال محيرا جدا انني لا انام ابدا طول الليل. تفضلي. السؤال هو ان زوجي مات منذ عام وترك لي مالا وذلك المال اعطيته والاوراق اعطيته كله لأنس زوجي فبقي مال قليل فانفقته عليهم بدون حساب ابيهم فانفقت عليهم في الهدايا هل هذا حراما ام حلال؟ شباب زود الصوت عندي شوي بس. طيب ارفعي صوتك قليلا اختي ام فلاس واعيدي السؤال. لان المال رجعته بدون علم ابيهم لان لو رجعته لا يتهمون بالتهمون. اعيدي السؤال مره اخرى. زوجك توفي منذ سنه ايوه. السؤال هو ان لقيت مالا فاعطيته المال والاوراق اعطيته كل لابن زوجي. ما الصوت؟ وبعدها لقيت مالا لم استطع ان ارجعه لانهم يتهمونني بالسرقه ففكرت في حيلة اعطيت لهم بالهدايا عندما يتزوجوا واعطيت لهم المال بدون علم ابيهم يدرى هل هذا حلالا ام حراما؟ المال كثير الذي وجدتيه؟ نعم المال اعطيته بدون علم ابيهم يعني كل مره اشتري لهم هدايا واوكي لهم الماكولات بدون علم ابيهم فاكفيت ذلك المال خوفا من وقوع مشكلة إذا أخبرتهم أنك وجدت مالا. لن أستطع أن أخبرهم لأنهم لن يفهمونني يتهمونني بالسرقة. طيب سأجيبك عن هذا تفصيلا حتى ما نطيل عليك الاتصال. أختي شكرا لك يا شيخ. مرحبا يا أختي. أختي سوسن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا بكم حياكم الله. لو سمحت أنا عندي سؤالين. أول سؤال في أنواع من السواك بتكون يعني منكهة بالعود أو بالمسك فهل هي تفطر الصائم؟ ما يجوز يستعمل الصائم السواك الذي فيه طعم إلا في الليل أما في النهار فيستعمل السواك العادي بدون طعم وإن وجد طعمه في حلقه فينبغي أن يخرجه في منديل ونحوه. والسؤال الثاني أنا أولاد خالي يعني ماما قالت لي أنه في رضاعة يعني بيننا وبينهم ولكن مش متأكدين من عدد الرضعات ويعني أعتقد هي غير مشبعة فشو الحكم يعني بالنسبة للمصافحة؟ الحكم ألا تعتبروهم محارم لكم ما دام أنه غير متيقنين من وجود الرضاعة لا تعتبروهم محارم لكم. شكرا يا شيخ. بارك الله فيك. جزاك الله خير. الله يحفظك شباب. طيب عطنا خالد بعدين باخذ الرسائل. ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ. طيب. تفضل يا خالد. يا مرحبا. الله يسلمك ومبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياك. شيخي أنا سؤالي بخصوص الزكاة. أنا طبعا كل سنة في رمضان أخرج الزكاة. في قبل تقريبا يعني شهر كان المفروض أعطي زوجتي مبلغ من هذا المال. ولكن حصلت الظروف هي كانت تبغى تبتدي مشروع تأخرت الإجراءات فظل هذا المبلغ لين الحين عندي. الحين انا كانت نيتي اني اعطيها اياها قبل شهر. هل علي زكاه؟ او هذا المبلغ دام اني انا نويت قبل شهر اني اقرضها اياه خرج من ذمتي؟
لكنه ما طلع من حسابك باقي. نعم تحت تصرفك. نعم عندي هو في الحساب بس مفروض كانت تاخذه قبل شهر ولكن تاخرت الاجراءات. اي وبعدين تكمل الحول يعني. عليه وهو عندك. اي نعم لين الحين ظل عندي المبلغ. اذا تزكيه مع مالك. اي مشكور يا دكتور. الله يحييك. الله يحييك. طيب احنا معنا يا شباب برسائل كثيره. اي 7 صفحات. طيب ايها الاحبه الكرام هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم لقراءة هذه الرسائل واستقبال مكالماتكم. يسعدني أن تبقوا معنا. شركاؤنا في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أخت تقول يا شيخ أنا إنها حامل في الشهر السابع وبداية الثامن. الدكتورة قالت لها تفطر لأن في خطر على الجنين. لا بأس عليها أن تفطر وتقضي بعد رمضان ولا يلزمها إلا القضاء على الراجح من أقواله العلم. إذا كانت الطبيبة الثقة فعلا عليها خطر فلا بأس. استخدام الزيوت كزيت الزيتون للجسم هل يفطر؟ لا لا يفطر. استخدام الزيوت كلها الأشياء الكريمات وغيرها لا يفطر إلا ما دخل إلى الجوف. هل يجوز عند إخراج زكاة الذهب أن أجعلها في بناية هي تصنع وقف؟ الزكاة شرعت لأجل 8 أصناف ذكرها الله تعالى في القرآن، وإنشاء الأوقاف وحبر الآبار وغيره. لا يصرف من الزكاة أبدا إلا إذا لم يوجد ما ينفق فيها إلا من الزكاة. يعني مثلا عندنا بئر نريد نحفره أو مسجد نريد أن نبنيه، لكن قلنا للناس يا ناس تبرعوا يا ناس نريد نبني هالمسجد، فلم يتبرع أحد. فجاء إنسان وقال أنا سأعطيكم زكاة مالي لن أعطيكم غيرها، ضعوها في بناء المسجد. فهنا إذا لم نجد غيره جاز أن يؤخذ ويدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله إنما صدقات الفقراء والمساكين والعامل عليها في قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. فقوله في سبيل الله يدخل فيه هذا. يقول يا شيخ رجل أخذ مني 5000 ريال قبل سنة ولم يقدر على السداد، وجاءني الآن طلب مني نفس المبلغ من زكاة مالي لكي يسددني، ما الحكم في ذلك؟ الأصل أن الفقير يعطى المال لأجل أن يسد حاجته، ولا يجوز أن يعطيه الزكاة وأشترط عليه أن أنتفع بها. يعني واحد أنا أطالب 5000 ريال، ما يجوز أقول له خذ هذه 5000 ريال بشرط أنك تسددني بها، هذا ما يجوز. لكن أعطيها له وهو يعني إن كنت مقتنعا تماما أنه فقير ومحتاج فأعطيها له وهو بعد ذلك إما أن يردها علي أو ربما عنده حاجة أشد، ربما عنده دواء يريد أن يشتريه ولا الكهرباء في بيته مطفيه ويحتاج أن يسدد ولا سيارته متعطلة ومتعطل جميع أموره، فهذا أهم من أن يسددني ديني وأنا ربما أكون مكتفيا بدليل أن عندي زكاة قاعد أطلعها. بدليل ما دام عندي زكاة معناها عندي ثروة عندي مال، فهو ربما أن عنده حاجات أشد فلا يجوز أن أشترط، لكن أعطيها له وأقول ترى أنا ودي تسددني لكن لا ألزمه، لا أقول خذ هذا بهذا. يقول هل يجوز يعني ذكر طيب عطنا دينا. نعم اختي دينا. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي 4 أسئلة. تفضلي. بالنسبة لصيام الطلب وراء رمضان، أصوم قبل 6 شوال أو بعد 6 شوال؟ القضاء تصومين قبل 6 شوال. زين هذا أول سؤال. ثاني سؤال بالنسبة عندي أختي حامل لكن الطبيب نهاها عن الصيام قالها ما تقدرين تصومين، فتصير تصلي تراويح عادي؟ نعم تصلي التراويح ولا تصوم إذا كان الصيام عليه تعب فيه فلا لا تصوم، لكنها يجوز أن تصلي التراويح. زين تصليها مثلا هي جالسة لأنه ما تقدر. نعم يعني يجوز أن تصلي. نعم يجوز أن تصلي جالسة وتخفض رأسها للركوع والسجود حتى الفرض. شيخ حتى الفرض. نعم إذا استطاعت تصلي إذا يعني استطاعت أن تكون قائمة وقت القيام لكن الركوع والسجود تجلس فلا بأس، لكن إذا هي قادرة على القيام تقوم. زين شيخ السؤال الثالث بالنسبة لعملية عقد الرحم لمنع الإنجاب، هل هي حلال أم حرام؟ إذا كان على المرأة خطر من الإنجاب فيجوز أنها تعمل عقد أو ربط للرحم، أما إذا كان ليس عليها خطر. يعني فقط إذا كان خطر. إذا كان عليها خطر. إذا كان خطر على حياتها. نعم أما إذا كان امرأة تقول والله أنا جبت فلان
وخلاص سأمنع نفسي من الحمل أبدا، فتستعمل موانع أخرى ولا يجوز أن تقطعه تماما. سؤال الرابع شيخ، والدتي كافلة يتيم ابن أختها يعني هو ابن خالتي. هو شيخ ضرير أعمى وشوي عنده تخلف عقلي، لكن مرات يزعجها أو يكسر شيء هاي فتضربه، لكن هي تحبه، هل حرام أن تضربه أو حلال؟ إذا كان ضرب يسير لأجل التأديب فلا بأس في هذا، إذا كان شيئا يسيرا. بس هو متخلف يعني، مرات متخلف وعقليا وأعمى، أي فشوية يعني مرات تقشي عليه لكن ترجع تبشي مرة ثانية من تضربه. هو متخلف عقليا يعني وأعمى في الوقت نفسه؟ نعم. الله يا ربي عافية. لكن يفهم يعني يفهم من تنطيئك، يفهم من مثلا تشتياء تقول لأبوسي هاي يفهم، لكن أكو أشياء مرات يسويها فتذهب تضربة. الله يشفيه يا رب العالمين ويعافيه ويأجركم يا رب العالمين، وأبشري بالخير، قولي الوالدة الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، صلى الله لا يحرمها الأجر يا رب العالمين. بارك الله فيكم أختي. طيب روية تنتظرني دقيقتين بس أخلص سؤالين هنا. هذا رجل يسأل عن يعني مداعبة الرجل امرأته في نهاية رمضان، لا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك، وإن خرج منهما ما يخرج من الرجل عند الوطأ، الماء المعروف الذي يخرج دفقا بلذة، لو خرج من غير وطأ من غير جماع بطل صومهما ولزمهما القضاء وفعلهما حرام وهما آثمان، فإن وقع منهم الوطأ اللي هو الجماع المعروف فيلزمهما ما يلزم من وقع في ذلك من الكفارة والقضاء، يعني الكفارة اللي هي صيام الشهرين المتتابعين أو عتق رقبة قبل ذلك ونحو ذلك مما يعني قد ذكرناه مرارا. يسأل يقول الشيخ، إذا الرجل وطئ امرأته واغتسل بعد طلوع الشمس هل هذا جائز؟ طبعا وطئ امرأته بالليل طبعا قبل الفجر يعني، لكنه ربما نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس فاغتسل، صومه صحيح لكن لا يجوز النوم عن الصلاة، يجب عليه أن يقوم ويستيقظ يصلي الصلاة في وقتها أو يصليها في المسجد، هذا الواجب عليه. هل يجوز أن يصوم دون صلاة؟ هذه والدتي كبيرة في السن أكثر من 15 سنة ولا مجيب. نعم خلوها تصوم ما في بأس، لكن استمروا في نصحها بالصلاة، استمروا في نصحها بالصلاة. ما حكم تغطية القدمين للمرأة في الصلاة؟ يجب تغطية القدمين للمرأة في الصلاة. أم سلمة قالت يا رسول الله أتصلي امرأة تصلي إحدانا في درعها؟ قال إذا كان سابغا يغطي صدور قدميها، يغطي ظهور قدميها. فإذا كان المرأة في أثناء الصلاة وجب إما الرداء الذي تصلي به يكون طويلا يغطي القدمين أو أن تلبس فيهما الشرابات الخفين. يقول يا شيخ كيف نجمع ونقصر في الصلاة؟ ذكرت بالأمس أنه إذا جاوز الإنسان في سفره أكثر من 80 كيلو 16 فرسخا فإنه يجمع وجاز له أن يجمع ويقصر منذ أن يخرج من بلده. إذا كانت مسافة قصري اللي أنا ناويها أكثر من 80 كيلو ما بين البلدين، يعني واحد طالع مثلا من دبي وطالع مثلا لأبوظبي، لا تحسبها من بيتك إلى بيتك هناك أو إلى بيت عمك هناك، لا احسبها من نهاية دبي إلى بداية أبو ظبي، إذا كان فوق 80 كيلو تعتبر مسافرة، والأدلة على ذلك كثيرة ذكرتها مرارا، وبالتالي يجوز هناك أن تجمع وأن تقصر صلاتك. يقول عندي مشكلة مع زوجتي لكنها لا نستطيع أن نعيش مع بعض مع أننا نحب بعض، ما هو الحل لذلك؟ يعني أنا أشوف الحل في مثل هذا أن يوضح لمن يحل المشكلة، الله تعالى يقول فابعث حكما من أهلي وحكما من أهلها. يقول يا شيخ كيف أقرأ القرآن في الصلاة عندما أركع وأسجد؟ أين أضع المصحف؟ إذا كان الإنسان يصلي وهو معه المصحف وأراد أن يركع ويسجد، فإذا ركع يمكن أن يكون بجانبه طاولة أو كرسي أو كذا يضع المصحف عليه، وكذلك إذا سجد. ما حكم يقول أرجو أن تذكر لنا الآيات التي ذكرتها قبل علاج السحر والعين. الكلام على العلاج السحر والعين يطول حقيقة، والآيات في ذلك كثيرة، ويمكن الرجوع في ذلك إلى موقعي أو يعني أول البحث في هذه الكتب، لكن ما في بأس أن أذكر يعني جوابا ولو يسيرا في ذلك. الإنسان ينبغي أن يحرص دائما على أذكار الصباح والمساء بحيث أنه بإذن الله تعالى إذا حافظ عليها يحميه الله تعالى من هذه الأمور.
فإذا أراد الإنسان أن يرقي من العين والسحر ونحوه، هناك آيات عامة مثل قراءة سورة الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي، قل الله أحد، والفلق، والمعوذتين، هذه تقرأ عليه وبإذن الله تعالى أن يستفيد من ذلك. يقول فضيلة الشيخ يعني يسأل عن مسألة الوطأ في نهار رمضان. أيها الإخوة، ينبغي الإنسان إذا كان يخشى على نفسه أن يعني يصيب امرأته في نهار رمضان، ينبغي له أن يبتعد عنها، يعني حتى بعد الفجر لا ينام على سريره بجانبها، ينام في مكان آخر إذا كان يعلم أن نومه هذا قد يجره إلى أن يقع في الوطأ. فإذا وقع فيه لزمه أمور: أولا الإثم وعليه الاستغفار، ثانيا لزمه قضاء هذا اليوم، ثالثا لزمه أيضا الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا مع التوبة والاستغفار، وهي أيضا يلزمها ذلك إذا كانت مطاوعة له، أما إذا كانت مكرهة فلا يلزمها. يقول: ما إذا أردت أن أذبح بقرة هل يجوز أن أوزعها للفقراء والمساكين؟ نعم، ما عليك بأس. يبدو أنه يقول إذا نذرت، لكن كاتب إذا أردت. إذا كان نذرا فإن النذر بحسب نية الناذر، إذا نذر قال لله علي نذر أني أصوم، أني أذبح بقرة وأوزعها على الفقراء، أو قال لله علي نذر أتصدق ببقرة، هذا يلزمه أن يتصدق بها ولا يأكل منها شيئا. أما إذا كان نذر فقط أن يذبحها وفي نية أن يأكلها هو وأولاده وبعض أصحابه، فيفعل ما نذر عليه. يقول فضيلة الشيخ: أنا لم أنذر وأحلف، بل نويت نية، قلت إذا شفيت من هذا المرض سوف أصوم شهر، ولله الحمد صمت منذ 4 سنوات من هذا المرض، هل علي أن أصوم؟ لا، إذا كان الإنسان لم ينذر ولم يحلف، إنما فقط نوى نية أن يفعل ذلك شكرا لله تعالى، فلا يلزمه شيء. يقول فضيلة الشيخ: تقول إنها حامل وعندها فحص سكر، وتقول عند شرب الجلوكوز، سؤال ما هو سؤال غير مكتمل، إذا كان معنا مكالمة يا شباب أعطوني إياها. طيب عطنا روية، تفضل يا أختي روية. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، معليش طولنا عليك شوي. لا عادي، بس حبيت أسأل يا شيخ، يوم نرجع في رمضان يوم وإحنا صايمين هذا يفطر ولا لا؟ أي القيء يا بنتي في رمضان إذا كان الإنسان متعمدا أن يتقيأ، هو اللي تعمد شم شيء ولا أدخل أصبعه وكذا، فهذا يلزمه القضاء ويفسد صومه. أما إذا كان لم يتعمد ذلك إنما خرج منه القيء من غير اختيار، فهذا لا بأس عليه. زي يا شيخ بعد عندي سؤال ثاني. صحيح. اختي في عرس خالتي حطت يعني نفس يعني رموش، فعادي اي ما في بأس، تركيب الرموش جاهز، هي ما طلعت قدام ريايل يعني، اي ما عليش بقى، ما دام انها امام نساء ما عليها بأس ان شاء الله. ويعني سموحة عندي سؤال ثالث، في رمضان اذا رحنا لدكتور الاسنان قالوا لي انه يعني يبطل الصوم. لا، اذا كان حتى لو خرج دم، لا حتى لو خرج دم في أثناء عمله في الأسنان ما عليك بأس، أنا كنت سأقول إذا كان خرج دم أو لا، لكن الراجح أنه حتى لو خرج دم ما عليكم بأس، لكن لا تذهبي إلى طبيب، ذهبي إلى طبيبة يا بنتي إن شاء الله. شكرا يا بارك الله فيكم، يلا مع السلامة. حياكم الله. طيب أم بشار تفضلي. أم بشار يقول يا شيخ ما هي آداب استجابة الدعاء؟ كان معنا أم بشار دخلها علي. طيب يقول آداب استجابة الدعاء، آداب استجابة الدعاء كثيرة، منها أن الإنسان يستقبل القبلة، أن يدعو ثلاثا، أن يرفع يديه، أن يبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وأن يختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ونحو ذلك من الآداب. هذا من العراق يقول فضيلة الشيخ ما حكم مشاهدة المسلسلات؟ أما المسلسلات التي فيها يعني تبرج النساء والمعازف ونحوه، فهذه لا ينبغي للإنسان أن يشاهدها ولا أن يضيع وقته فيها. أما المسلسلات السليمة من ذلك فليس عليه في ذلك بأس. يقول فضيلة الشيخ تقول إنها حامل وعندها فحص سكري، شرب الجلوكوز يفطر، تقول سأفطر اليوم، هل يجب علي القضاء؟ نعم يجب عليك القضاء، إذا احتاج المريض أن يفطر لأي سبب من الأسباب، مثلا احتاج أن يأكل دواء أو يشرب شيئا أو نحوه، فنعم يفطر.
يفطر ويقضي، هل يجوز تشجير الحواجب؟ نعم يجوز. كيف نتخلص من الوساوس في الصلاة؟ كلنا يصيبنا الوساوس في الصلاة، لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه، يتوضأ وضوءا صحيحا، يعني يصلي السنة قبل الصلاة، يجاهد نفسه ويسأل الله تعالى التوفيق. يقول أنا فزت بالحج مكة من خلال البرنامج في إقرأ، هل هذا جائز؟ نعم الحمد لله، جزاك الله خير، يعني هذا منا من الله سبحانه وتعالى، وفضل قد يعني أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه، وافرح بذلك ولا عليك بس. إذا معنا اتصال يا شباب أعطوني إياه. أعطنا أحمد، تفضل أحمد. السلام عليكم. مرحبا يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا يا أحمد، مرحبا بك. نعم أنتم بخير إن شاء الله. وأنت بخير، الله يسلمك يا رب. بارك الله فيكم. الشيخ امرأة مرضع يحق لها الإفطار؟ امرأة إيش؟ مرضع. مرة؟ مرضع. نعم تصوم إذا كان ليس عليها مشقة من الصيام تصوم، وعليها كفارة إذا أفطرت. الإرضاع يضر بالطفل. أفطرت؟ الإرضاع يضر بالطفل، فإذا أفطرت عليها كفارة بعد رمضان؟ نعم إذا أفطرت لأجل إذا كان الصوم يضر بالطفل فاضطرت إلى الإفطار فإنها تقضي فقط بعد رمضان دون أن تطعم. وطلب لو سمحت. تفضل. أحتاجك في موضوع يعني يخدم المسلمين. طيب خلاص الإخوة يعطونك يعطونك جوالي وأرسل لي رسالة على هاتفي. إن شاء الله تعالى. مرحبا بك، حياك الله يا أحمد. السلام عليكم. يقول هذا من سوريا، يقول إن زوجته حامل في الشهر الخامس ومرضع لطفلة ثانية، هل عليها صيام؟ إذا كانت يشق عليها الصوم فهي في حكم المريض فتفطر وتقضي بعد رمضان. تقول المرأة إذا أكرهها زوجها على الوطأ في نهار رمضان هل يلزمها شيء؟ يعني لا يلزمها الكفارة، لكن بعض أهل العلم يقول إذا لا يلزمها أن لا يلزمها حتى القضاء هذا اليوم لأنها مكرهة، لكن الأولى أن تقضي هذا اليوم، لكن لا يلزمها الكفارة ما دام أنها مكرهة على ذلك. طيب يقول هل الاستحمام يجزي عن الوضوء؟ الاستحمام لا يجزي عن الوضوء إلا إذا كان من جنابه، فإذا كان اغتسل من جنابه وتمضمض واستنشق أجزأه عن الوضوء، أما إذا كان استحمام لأجل التبرد أو العرق أو نحو ذلك فهذا لا يجزي عن الوضوء، يجب علينا نتوضع بعد هذا. أيها الأحبة فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل الاستحمام يجزي عن الوضوء؟ أجبنا عن ذلك. يقول هل تقول المرأة من عمان، تقول هل يجب أن أتبع زوجي في القصر في الصلاة لأنه عندما يذهب إلى بلده يقصر؟ لا يلزمك ذلك، إذا كان هو يرى أنه يقصر وأنت ترين أن البلد يعني أنه مقر سكنك وكذا ولا تقصري فيه فلا يلزمك، ممكن أن تتمي. يقول أعاني من مرض الباركنسون وأخذ دواء كل 6 ساعات، هل أصوم رمضان وهل هذا من الأمراض المزمنة؟ أما بالنسبة لهذا المرض فأنا والله أنا لست طبيبا فلا أعرف هذا المرض، وليس من الأمراض المشهورة يعني فأكون عندي معلومات عنه، ولا أدري هل هو مرض مزمنة ولا لا، لكن عموما إذا كان المرض يعني يدعوك إلى أخذ العلاج كل 6 ساعات ولو أخرت العلاج لأصابك ضرر، ففي مثل هذا الحال تفطر، فإن استطعت أن تقضي بعد رمضان فأقضي، إذا لم تستطع أن تقضي بأن يكون العلاج يوميا فيلزمك أن تطعم كل يوم مسكين لأن مرضك لا يرجى برؤه، ويمكن سؤال الطبيب في ذلك، وأسأل الله تعالى أن يشفيك وأن يعافيك. هل يجوز الإفطار على أذان منطقة أخرى؟ لا ما يجوز طبعا، لازم الواحد يعني ما يصلح واحد في مكة يأذن عندهم مثلا المغرب الساعة مثلا 7:15 تقريبا ويفطر مع أهل دبي أذن عندهم الساعة 6 بتوقيت مكة أو 6 إلى 5، ما يصح أن يفطر قبل الوقت. إذن الآن أهل أوروبا اللي صيامهم ينتهي الساعة 10 بالليل بيفطرون معنا، لا يجوز، يجب الله سبحانه وتعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل يعني في الليل المنطقة التي أنت ساكن فيها. يقول هل بلع الريق يفطر؟ لا بلع الريق لا يفطر، لكن ذكر أهل العلم أنه لا ينبغي أن يجمعه ثم يبلعه يعني دفعات، قالوا أن هذا يؤثر على صومه. يقول حقن الإنسولين هل تفطر؟ لا حقن الإنسولين لا تفطر. هل يجوز زكاة الذهب الذي تلبسه زوجتي في دفع السيارة التي نستعملها في إصلاحها؟
أما بالنسبة لزكاة الذهب الملبوس ففيه خلاف طويل بين أهل العلم، هل يجب الزكاة عليه أم لا يجب؟ فإذا كان والذي يظهر والله تعالى أعلم بعد بحث المسألة أن الذهب الملبوس الذي تلبسه المرأة إما دائما وإما يعني اعتادة تلبسه، مثلا واحدة عندها ذهب تلبسه في السنة مرتين ثلاث في الأعراس مثلا، هذا ذهب ملبوس لم يعد للتجارة وليس كنزا لوقت الحاجة، إنما هو لللبس، فهذا لا يلزمها فيه الزكاة. أما الذهب الآخر الذي لا يكاد يلبس أو المرأة تحفظه عندها فنقول لماذا لا تبيعيه مدام أنك لا تستعملينه، فتقول والله أنا لا أبيعه لأني قد أحتاجه يوم من الدهر، مثل ما يقولون لليوم الأسود مثلا، مع أن يعني كل أيام الدهر إن شاء الله بيض ليس فيها أسود، فمدام أن المرأة تحفظه لوقت الحاجة فهذا كنز يجب عليها أن تزكيه. عندكم اتصال يا شباب؟ نعم أختي ندى تفضلي. السلام عليكم. أختي ندى تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت شيخ في سؤال عن الصلاة مع الإمام. تفضلي. شيخ الإمام يختلف في أوقات الدعاء القنوت الأوقات. أي. مرة يدي قبل الركوع ومرة بعد الركوع. أي. فالنساء استمروا في الوضع أنهم دائما بعد الركوع فيسجدون على طول بدون ركوعهم. ما فهمت يعني إذا دعا قبل الركوع قصدك؟ إيه. يعني يدعو قبل الركوع فيسجدون. طيب وإذا اكتشفوا أنه راكع ماذا يفعلون؟ ما يرجعون لسه ولا يرجعون يركعون. أها. طيب هذه بلا تفصيل وسأجيب عن ذلك إن شاء الله تعالى. طيب في سؤال ثاني. تفضل. فيه اللهم صل على محمد. أختي عندها الجنين ما يطلع إلا بطرق صناعي. وأجلت طلقة تبغى طلق طبيعي فتوفى الجنين وهي خارجة من المستشفى على مسؤوليتها. أي يعني قالوا لها بنعطيك طلق صناعي ورفضت. أي وبالتالي توفي الجنين في بطنها. نشبت الماية وتوفى الجنين. طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله تعالى. طيب شكرا. حياكم الله. أخوي محمد تفضل. السلام عليكم. مرحبا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ. الله يحييك يا محمد بارك الله. والله إني أحبك في الله. الله يجعلنا وياك من أحبابه من يسمع يا رب. اتفضل. يا سيد العزيز أنا عندي زوجتي من بعد الولادة طابع عندها وسواس نجاسي. أي. فما بعرف هلا بطلت تميز بين الوسواس وبين النجاسة. عندي حتى الطفل الصغير لما تتقيأ لسه الطفل ترضع. بتقول هذا نجس وكل شيء في البيت صار نجس. فأنا والله يا شيخ احترت معها. أنا عارف إنه زوجتي مواظبة على الصلاة ومواظبة على القراءة ومواظبة على الأذكار وكل حاجة، وأنا قلت لها هذا عشان الشيطان يعني أنت مش عارف تدخلك من أي باب. صحيح. فما بعرف إيش اللي تنصحنا فيه، قراءة قرآن أو إيش نسوي؟ والله يعني حياة لا تطاق. طيب هي الآن تسمعني يا محمد؟ هي تسمعك وهي تحب تحكي معها، أنا بعطيك تحكي معها. والله اللي تشاء إذا كان الأمر. طيب خلها تكلم. طيب تفضل يحكي معها. اختي الولد الله يحفظه لكم كم عمره الان؟ صغير. عمره شهرين ونص. عمره شهرين ونص يعني لسه ما ياكل طعام، يشرب حليب بس. لا. هو ولد ولا بنت؟ بنت. بنت. طيب اختي ترى نجاسة الصغار يعني لا يشدد فيها، يعني إذا تيقنتي أنت أن أصابك منها بول أو كذا فتغسلين غسل عادي، لا تشددي على نفسك في ذلك. القيء أيضا إذا كان في مثل هذا السن في الغالب أن القيء للتطريش ما يكون متغير، فهذا لا يعتبر نجس، يعتبر طاهر إلا إذا كان تغير. ولا تشددي على نفسك في مسألة أن هذا نجس ولا مثلا الفرش كلها نجسة ولا غيره. طب وإذا كان له ريحة ما القيء؟ إذا كان له ريحة شديدة فهذا نعم يعتبر له حكم النجس على قول بعض العلماء أيضا، فهذا تغسلينه عادي، يعني لا تشددي على نفسك في تتبع النقط لأن أصلا مختلف في نجاسته ليس مثل البول. ريحة شديدة يعني؟ حتى لو كان ريحة شديدة هذا يغسل غسلا يسيرا ينضح بالماء بس. طيب بارك الله فيك. الله يا شيخ جزاك عنا كل خير. الله ان شاء الله محمد. الله يبارك في ذريتك. تسلم طول الله عمرك. الله الله يحييكم. نعم اختي عبير تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة. تفضل الله يحفظك. السؤال الأول، صلاة التراويح كم أقل ركعة فيها؟ صلاة التراويح بتصلينها في البيت يعني؟ أيوة ثلاث ركعات أربع ركعات. طبعا أقلها ركعة واحدة اللي هي صلاة الوتر، لكن كلما زدتي صليتيها ثلاث خمس سبع تسع 11، أفضل شيء 11 إن صليتي، لكن لو ما نشطتي لصلاة 11 فصليتي 9 ولا 7 أو أقل جاز ذلك، ما عليك. بس السؤال الثاني شيخ، وقت الأذان كم وقت دخول الصلاة كم بينه وبين الأذان؟ مباشرة أول ما يأذن دخل وقت الصلاة. السؤال الثالث، حكم متابعة المسلسلات إذا كانت فقط رجال أو نساء تقريبا ثلاث أو ثنتين، أو تجي بعد الحلقات بعض الحلقات رجال بس؟ عموما إذا كان اللي بتابعها امرأة وأنت بتتابعينها وهي يعني نظرك إلى النساء ما في بأس، ليس مثل نظر الرجل إلى المرأة، ولا تلهيك عن صلاة وليس فيها معازف، أو إذا جاء المعازف تكسر الصوت، وليس فيها أيضا يعني شيء من المفاهيم السيئة أو الأفكار السيئة ونحو ذلك، فلا بأس عليك في هذا إن شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيكم بنتي. طيب أبو عزة تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا أبو عزة. رمضان كريم عليك وعلى الأمة. الله يقبل منا ومنكم إن شاء الله. ربنا يتقبل منا الصيام وربنا يديك عنا كل خير يا شيخ. آمين آمين الله يحفظك شيخ. بس بقيت أسألك سؤال بس شوية معقد. إيه. إذا أنا مثلا عندي زوجتين مثلا و تسمعني؟ أسمعك. إذا عندي زوجتين وعندي بيت واحد اي وقمت يعني مثلا غلطت وعملت هبة لوحدة من حريمي الكبيرة مثلا وانا توفيت اي وانا توفيت، كيف بيصير حال الحرمة الثانية مثلا في هالهبة، وكيف بكون وضعي انا شخصيا؟ هل هي شرعية ولا ما شرعية ولا باطلة ولا تمشي هاي عادي؟ طبعا لا يجوز للرجل أن يهب إلى أحد زوجتيه مثل هذه الهبة ويترك الأخرى، لا بد أن يعدل بينهما. لا، إذا أنا مثلا غلطت وسويتها السالفة وتوفيت، هل هذه تبطل بعد وفاتي؟ هل هذه الهبة بتكون مبطلة ولا يعني إذا أنا سويت لها هبة ورحت تسجيل وسجلتها باسمها وتوفيت وبتاريخ الهجرة، هل هذه الهبة تكون سليمة ولا؟ طيب طبعا سأجيبك عن ذلك، هي تحتاج إلى رفعها للقضاء، سأتكلم عن ذلك شيئا يسيرا يعني كيف تتصرفون إن شاء الله. جزيك الله خير. بارك الله فيك. الله يبارك. حياك الله. طيب أختي تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا يا شيخ اللي يحبك في الله. الله يحفظكم بارك الله فيكم. ثانيا بمناسبة الرموش، في وحدة سألتك عن الرموش وانت قلت لها جائز. أي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. أي نعم. فيعني الحين إذا ركبنا رموش ولا إذا ركبنا مثلا وصلات للشعر، هل هذا جائز؟ لا، وصلات الشعر هي المقصودة بالحديث، الواصلة والمستوصلة وصل الشعر، أما وحدة. وصل أما تركيب الرموش فهذا لا يعتبر من وصل الشعر، لا يعتبر. مثلا يوم كنا مرة واحدة كنا في الصالون، فواحدة من قريباتي كانت بتركب رموش، فكانت راح يتصالون يعني صايمة، فقالت لها أنا صايمة اليوم ما أقدر أركب رموش، لأن الله يعني رسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. يعني يمكن عاد هي فهمت ذلك من الحديث، لكن اللي يظهر والله تعالى أعلم أن الوصل المعروف هو وصل الشعر، ووصل الشعر هو المحرم لما فيه من يعني النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لتركيب الرموش ونحوه فهذا من زينة المرأة ولا بأس عليها في ذلك. إنزين يا شيخ، بالنسبة للحواجب، قص الحواجب هي نفسها نزع الحواجب يعني؟ قص الحواجب إذا كانت طويلة وتؤذي العين تقص، أما إذا كانت كما جاء عن عدد من السلف ومنهم الإمام أحمد رحمه الله أنه كان لما كبر يأخذها بالمقص، أما إذا كانت ليست طويلة ولا تؤذي العين ما تنزل على العين وكذا هذا لا يجوز قصها، ممكن تصبغ تشقر لكن لا تقص. خلاص شكرا. بارك الله فيكم. مرحبا أبو هبة تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا أبا هبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا بك حياك الله. شيخ عندي سؤال عن الوضوء. تفضل.
ما حكم الوضوء بالحمام وأنت يعني عاري من الملابس؟ ما في بأس، يجوز وضوءك. ها؟ يجوز الوضوء في داخل الحمام حتى لو كان الإنسان من غير ملابس. يعني كذلك المرأة والرجل يعني نفس الشيء؟ نعم، حكمهما واحد. ممنون يا شيخ، حياك الله يا أبو هبة، جزاك الله خير. الله يحييك ويبارك فيك. تعطوني يا شباب اللي بعده ولا أخذ كم رسالة؟ طيب، يقول عندما يا شيخ، تقول الأخت من العراق، تقول عندما تصلي يخرج عندها، يحدث عندها فقاعات هواء في الجزء السفلي منها، هل ينتقض وضوءها؟ الغازات التي داخل البطن تتحرك، هذه لا تنقض الوضوء، وإذا خرج من الإنسان الريح هو الذي ينقض الوضوء، بشرط أن لا يكون وسوسة، يعني أن يكون متيقنا 100%. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، قال له عليه الصلاة والسلام: لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. فلا بد أن يكون متيقنا 100%. تقول أمها تجبرها بالزواج من أرملة، أو يقول الأخ أمه تجبره بالزواج من أرملة أخيه لأن أخاه ترك ابنا معها، ما العلم أنها بنت خالة ولا يتقبلها كزوجة بعد أخيه، هل هذا جائز؟ يعني أنت إن وافقت على هذا الزواج إرضاء لأمك وتحببا إليها وتقربا إليها، فجزاك الله خير، أن تؤجر على هذا، وممكن أيضا أن يعني تتزوج بعد فترة امرأة أخرى. أما إذا كنت أنت لا ترغب في هذا أبدا، فلا تدخل نفسك عليها وتحطم حياتها وأنت لا رغبة لك فيها، أقنع أمك وبحيث أن بإذن الله تعالى يمكن أن تتزوج رجلا آخر ويبقى لكم اتصال بها وبولدها. يقول يا شيخ، الرجل إذا خرج منه المني في نهار رمضان عمدا، هذا ماذا يجب عليه؟ أما إذا خرج منه بفعله مثل ما يسمى بالعادة السرية وغيرها، فهذا يبطل صومه بهذا وفعله محرم ويجب عليه القضاء. أما إذا كان خرج منه وهو نائم مثلا، فهذا لا يعني أصبح وهو أو يعني استيقظ وهو جنب، فهذا لا يلزمه شيء وصومه صحيح بإذن الله. نعم عبد الحق، تفضل عبد الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، ما حكم الشخص إذا صافح المرأة الأجنبية، هل سمو جائز أم لا؟ مصافحة الأجنبية ما تجوز إلا إذا كانت كبيرة في السن لا فتنة فيها. الشيخ، أنا عارف أن لا تجوز، ولكن ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية، هل سمو جائز؟ صومه صحيح، نعم صومه صحيح، لكن فعله لا يجوز. وبالنسبة لسجود السهو، سمعت الشيخ يقول إذا كان في الصلاة الواحدة. طيب، دام إنه راح. أختي ندى كانت سألت عن الإمام في القنوت، أنا أقول حقيقة لإخواني الأئمة يعني ينبغي له إذا أراد أن يصلي الثلاث ركعات الأخيرة بسلام واحد، ينبغي أن ينبه الناس الذين أمامه، يقول يا جماعة نحن سنصل الثلاث ركعات، لأن عندك نساء في الطابق الثاني ربما أو في قسم النساء لا يدرين أنك قمت إلى ركعة ثالثة فيعني وأنك وصلتها، فلا بد أن تنبه على هذا. كذلك إذا أراد الإمام أن يقنت، فالأولى له أن يقنت بعد الرفع من الركوع، لأن الناس جرت عادتهم على هذا، وأيضا هو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن أراد أن يطبق السنة الأخرى وهي أن يقنت قبل الركوع، فلا بد أيضا أن ينبه الناس على مثل هذا حتى لا يقع اللبس. وبالنسبة للنساء اللاتي لما الإمام قنت قبل الركوع ثم قال الله أكبر وركع وهن سجدنا، ثم رفع الإمام وسمع الله الحمد ربنا لك الحمد وسجد ثانية وهن لم يركعنا، فهذه الركعة قد بطلت ويجب عليها أن تأتي بعد الصلاة بركعة بدلها وتسجد للسهو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا. حقيقة انتهى الوقت، ولا كان بقي سؤال الأخ صاحب الهبة لعلي يجيبه إن شاء الله غدا بإذن الله. أرجو أن يتابعنا اللي وهب قبل وفاته، لكن الإخوة يقولون وقت البث انتهى. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا ونجعلنا وإياكم باركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا،
اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أنه تعالى من تحتنا. أسأل الله يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.